بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نشوف محاضرة عن الهارت ساوند أو الكارديك ساوند أو الأصوات اللي لازم نسمعها بالقلب. هارت ساوند تقسم إلى 2 سيتس، جزء يطلع أوف فالفولار أوريجين اللي هي الأس 1 والأس 2، والجزء الثاني يكون أوف نون فالفولار أوريجين اللي هو الأس 3 والأس 4. الفالفولار أوريجين يعني النشأة مالت هذه الأصوات الأس 1 والأس 2 هو بسبب الفالف. أما الأس 3 والأس 4 are not related to the valvular mechanism. يعني البرودكشن مالته يكون other than valvular mechanism. شلون يتكون الصوت اللي اسمعه بالقلب الكارديك ساوند او الهارت ساوند؟ شلون يتكون؟ عاملين رئيسيين مسؤولين عن تكوين الكارديك ساوند. اول واحد هو الكلوجر للفالف. يعني شلون؟ لما عندي هذا الشكل يوضح كروس سكشن بالهارت، مثل ما نشوف الرايت سايد والليفت سايد، الرايت فنتركل والرايت اتريوم، هنا اللفت فنتركل واللفت اتريوم. سيبريتنج بتوين ذم اكو فالف، هذا الفالف نسميه اتريوم فنتركلر فالف، واحد تو ذا رايت سايد اللي هو تراي كاسبيد، واحد تو ذا ليفت سايد هو الباي كاسبيد او الماترال فالف. من يصير فنتركل كونتراكشن هسه الفنتركل فيلد اب وذ بلاد بالدايستول، وصارت الالكتريكال امبلس وحفزت بوث اوف ذم بوث اوف ذا فنتركلز تو كونتراكت، فصار فنتركلر كونتراكشن. على اثرها البلاد بريشر بالفنتركل صار اعلى من قيمه البلد بريشر موجود بالادريا. فكونسيكونتلي راح نشوف انه الفالفل كلوز. هذا الكلوجر هذا الفالفل برودوسز ساوند. اوكي؟ العامل الثاني شنو؟ التنشن اند فايبريشن اوف ذا كورد تندني. الكورد تندني هذه تشوفوهم اللي فايبرز تف فايبرز الياف قويه تربط بين الكاسب اوف ذا فالف وبين البابيلاري مصل. البابيلاري مصل دورها من تجي من الوول اتاشت، يعني طالعه متبرعمه من الوول او الفنتركل سواء لفت ولا رايت. اللي دي يصير كالاتي، صار فنتركل كونتراكشن، البلد بريشر هنا رايزز اب تو فيري هاي ليفل، خاصه اللفت سايد قد يوصل 120 ملم ميركوري، اللفت سايد قد يوصل 25، العفو رايت سايد اقل قد يوصل 25، خلي ركز على اللفت سايد قد يوصل 120 ملم ميركوري. على اثرها هذه قيمة البريشر بالليفت فنتركل تكون ماتش هاير ذان ذا بلاد بريشر ذا ليفت اتريوم. فاكو تشانس انه ذا ميتال فالف ليفلتس ويل فليب باك تو ذا اتريوم، راح ينقلبن اما على الاتريوم. من اللي يمنع هذا الشيء هو البابيلاري مصل. الاكزايتيشن امبلس من اجت للفنتركل وصار بي كونتراكشن، نفس الوقت اجت للبابيلاري مصل هم صار بي كونتراكشن. فالبابيلار مصل متقلصت سحبت الكود التندني ولزمت الكاسب ما تخليه يرجع لورا. فنشوف الصمام صار بين قوتين رئيسيتين، القوه الاولى زياده البريشر بالليفت فنتركل وصار اعلى من الليفت اتريوم، فاكو بريشر جريدنج يحاول يفتح الفالف ويرجع للاتريوم. والقوه الثانيه اللي تحاول تسحب الفالف باتجاه الفنتركل هي مثل ما عرفتوا اللي هي البابيلار مصل كود التندني. فهذا التعاكس بالقوتين راح يخلي البابيلار مصل كود التندني راح يصير بيها فايبريشن تنشن فايبريشن، فهذا بيضيف للبرودكشن اوف ساوندز. عرفنا سميشن الاصوات مين يكون او الميكانزم مالت مين يكون. لازم نلاحظ في ملاحظه بسيطه انه اذا كان الصمام هيلثي it shouldn't produce any sound upon opening. لما ينفتح الصمام من المفروض بيطلع عندي صوت. اذا صار opening of the valve and sound production فمعناته there must be a hidden pathology or underlying pathology. مثل ايش؟ مثلا stenosis، valvular stenosis، تضيق الصمام. نعرف انه لما يصير stenosis او تضيق the cross sectional area راح تزداد او راح تقل، راح تقل. من الكروس سكشنال اريا قلت الفيلوستي لازم تزداد حتى تحافظ على الفلو، لو لازم تقل فالفيلوستي لازم تزداد. هذه الزياده بالفيلوستي راح تخلي الجريان عبر الصمام بالداد فلو كروس ذا فالف يتحول من اللامينر انسيابي دون صوت الى تيربولنت مضطرب او اضطرابي يكون ما بي صوت اللي على اثرها اسمعها بالسماعه. اذا كقاعده اذا كان الفالف healthy it shouldn't produce any sound upon opening down. الاصوات القلب الرئيسيه هن اربعه الاس 1 والاس 2، هسه نشرحهم طبعا الاس 1 وال 2 3 و 4 بس خلينا نفهم بالبدايه الاس 1 والاس 2 then always normal، يعني لما اسمعهم عادي اسمع الاس 1 والاس 2 بس مو طبيعي اذا ما سمعت الاس 1 او ما سمعت الاس 2 او ما سمعتهم اثنيناتهم.
normally they shouldn't be absent. يعني لازم موجود at S1 وال S2. S3 almost normal. يعني أغلب الأحيان هو طبيعي بس يجي pathological هم يجي. بعض الأحيان يجي مرضي مو دائما طبيعي. ال S4 لا. almost always هو pathological. ما يجي normal. فهذول ال S1 إلى حد ال S4 خلي أشوف ترتيبهم وين يصير. هذا اللي تشوفون الدايجرام هنا جوا هذا عبارة عن فونوكارديوغرام. فونوكارديوغرام الفونوكارديوغرام في الجهاز يستعمل سماعات تربط على الشيست أو البيرسون. هذه السماعات راح تصنف مثل ستيتوسكوب. انت السماعة راح تاخذ الصوت تضخم الصوت وتصفيه وتعرضه بشكل اما سجله او تعرضه بشكل الكتروني بشكل ورقي نسميه فونوكارديوغرام او فونوكارديوغراف. فراح يراوني الاصوات مال القلب بشكل بياني او مخطط او بشكل رسم فيكون اسهل حتى اتابعهم واقدر اشخص اكثر. فمثل نشوف هنا هنا كانت الدايستول والفنتركل هسه ريلاكس والبلاد از فيلينج اب ذا فنتركلز لحد ما صار الفنتركل بهاي اللحظه جت الاشاره الكهربائيه من الاس اي نود وعبرت الاي في نود وعبرت وصلت المال للفنتركل فصار فنتركل اكسايتيشن او ديبولاريزيشن كونتراكشن. من صار فنتركل كونتراكشن بلاد بريشر انسايد ذن صعد درجة عالية وصار اعلى من البلاد بريشر موجود بالاتريا. هذا البريشر جريدنت راح يسوي راح يسد لي شنو الاتريا فنتركل فالف اللي هي الماترا والتراكاسبل. من السدن الفالفز ايش راح يعطيني ساوند ساوند برودكشن نتيجة كلوجر الفالف. هذا الساوند اللي برودوس نسميه ذا فيرست هاوس ساوند فيرست هاوس ساوند او الاس 1 اوكي. وراها كلمة السيستول لحد ما صار ريجكشن اوف بلاد والفنتركلز هسه ريلاكست بالدايستول مره ثانيه رجعنا للدايستول. فلما رجع الفنتركلز بلاد بريشر رجع نزل صارت قيمه الضغط هسه بالميجر ارتريز اللي هو الايورتا والبلمونري ارتري اعلى من قيمه البريشر موجود بالفنتركل اللفت ولا رايت. على اثرها راح ينسد عندي منو ينسد السيميليونر فالف اللي هو الايورتك والبلمونري. من السدو اثنيناتهم بهذه اللحظة راح يعطوني ساوند. هذا الساوند برودكشن سميناه S2. ورا S2 قد يجي ثيرد هاوس ساوند ورا قد يجي فورث هاوس ساوند. هنا تلاحظني في الشيء السكند والثيرد والفورث ثلاثتهم يجوا بالدايستول. طبعا مو ثلاثتهم موجودات نورمال يعني داعش هسه بس التايمنج مالتهم يعني بالنورمال سيتويشن نسمع عفوا نسمع بالسماعة ونشوف الفونوكارديوغرام بس الـ S1 والـ S2 بس الثيرد والفورث مو شرط نشوفهم. وبعض الاحيان نشوف بس الثيرد او نشوف بس الفورث او نشوف اربعه بس هسه بدي احكي على التايمنج مالتهم. الفيرست يتبع شنو السكند ورا الثيرد ورا الفورث. بس مثل ما تلاحظ هنا السكند والثيرد والفورث ثلاثتهم يجون بالدايستول اذا الدايستوليك ساوندز والثيرد يجي immediately after the second. بس الفورث ما نقول immediately after the third نقول immediately before the first. الثالث يجي مباشرة بعد الـ S2. الرابع يجي مباشرة قبل الـ S1 اوكي. فهذا نقدر نسميه بما انه جاء قبل الـ S1 يعني قبل السيستول اقدر اسميه pre-systolic sound pre-systolic sound اوكي. خلينا نحكي على الـ S1 مين دي يجي الـ first half sound او classically it is called the lap جاء من كلمة lapdog اللي راح نعرف من شهر نسميه. مين اللي يجي المنشا مالت الفيرست هاوس ساوند كلوز باي ذا كلوزنج اوف ذا ميترون اند ترايكاسبل. نشوفون ذس از ذا كروس سكشن اوف ذا هارت بعدين بدنا نشوف ذس از ذا رايت سايد اند ليفت سايد. هذا رايت اتريم هذا رايت فنتركل بيناتهم اكو ترايكاسبل فالف. هذا الليفت اتريم هذا الليفت فنتركل بيناتهم اكو ميترون فالف. من يصير فنتركل سيستولي البريشر مثل ما اتفقنا يصعد بالفنتركل اعلى من الاتري على اثرها بالفالف بي كلوزد اللي هي ترايكاسبت والمايترال. هذا الكلوجر اوف الفالف ويل برودوس وات ذا فيرست هارت ساوند هارت ساوند اللي هو الاس 1. زين اذا صار ريلاكسيشن هنا خلص السيستولي بلشنا بالدايستول ورجعنا على هذا الدايجرام شوف الفنتركل بريشر مالته قل وصار اقل من الفنتركل اقل من الاتري فالرايت فنتركل بريشر صار اقل من رايت اتري بريشر. على اثرها ايش راح يصير بالصمام؟ راح ينفتح. من ينفتح الصمام يطلع صوت؟ لا.
اتفقنا احنا قلنا النورمال ساوند نورمال فالف شودنت برودوس اني ساوند ابون اوبننج، لما ينفتح المفروض ما يطلع اي صوت. اوكي بس مجرد نعيد على السريع ان الفيرست هاف ساوند المنشا مالته كلوجر ذا اي في فالف اتري فنتركولار فالف ترايكاسبيد والبايكاسبيد او المايترال. بمكوناته طبعا بمكونين رئيسيين it has two components. واحد المايكرو فالف كلوجر ذلك هذا يعني قصدي هذا الاس 1 مكوناته يتعاون على تكوين عنصرين رئيسيين الانسداد مال الصمام التاجي والانسداد مال الصمام الثلاثي. المايكرو فالف من ينسد يعطي صوت والترايكاسبيد فالف من ينسد هم يعطي صوت. هذا الترايكاسبيد فالف هذا المايكرو فالف هذا من ينسد يعطي صوت وهذا من يعطي الصوت من ينسد جمع مال صوتين مالتهم اثنيناتهم راح يعطيني الاس 1. اذا الاس 1 هاز تو كومبوننتس واحد المايكرو فالف الكومبوننت اللي نتيجه المايكرو فالف كلوجر هذا نرمز له بالام 1 ام من مايكرو 1 من اس 1 يعني فيرست هاز ساوند. الكومبوننت الثاني هو الترايكاسبيد فالف كلوجر نرمز له بالT1 T مثل ما المفروض استنتجتوها من الترايكاسبيد وال1 من الفيرست هاز ساوند. بما انه الليفت سايد اوف ذا هارت يكون أفخم تقريبا ثلاث مرات أقوى من الرايت سايد اوف ذا هارت لذلك البريشر بالليفت سايد اوف ذا هارت يكون أعلى من الرايت سايد اوف ذا هارت. فنشوف لما يصح الفنتركل both of them will contract almost simultaneously or at the same time but the pressure values in the left side of the heart it is much higher than the right side of the heart. هذه الزيادة بالبريشر راح تخلي الميتر فالف ينسد بقوة أكثر من الترايكاسبيد وكذلك حتى بعض الأحيان أو أغلب الأحيان عفوا أسرع بشوية بأجزاء من الثانية من الرايت سايد اوف ذا هارت. فنتيجة هذا التباين بالضبط راح نشوف الماترال فالف ينسد أقوى يعطينا صوت أقوى وشوية أسرع. لذلك شو يصير؟ هذا الصوت الأس 1 احنا قلنا الأس 1 اللي هو هسه هذا الأس 1 بمكونين رئيسيين هو الأم 1 والتي 1 الأم من اجى من الماترال والتي من اجى من الترايكاسبيد. بس بما أن الماترال الصوت مالته أعلى فإذا الماترال هو المكون الرئيسي للأس 1 and that's it. الماترال والترايكاسبيد فالف بالنورمال سيتويشن المفروض يتقلصون اثنيناتهم at the same time او يصير في فاصل بسيط اجزاء من الثانيه بحيث تقريبا يكون نجليجبل او نقدر نهمله بحيث اثنيناتهم يكونون نفس التوقيت الصوت مالت الماترال والصوت مالت الترايكاسبيد both of them they share the same timing فيعطيني single heart sound اللي هو الاس 1. خلينا نشوف هذا المقطع حتى قدرنا تاخذ على الفيرست هارت ساوند وحتى كذلك السكند هارت ساوند هنا موجود وياه. اوكي ورا ما سمعنا الفيرست هارت ساوند واخذنا انطباع انه شلون يصير الفيرست والسكند هارت ساوند مرات نسمع او نقرا في شيء اسمه سبلت اس 1 سبلت اس 1 يعني الاس 1 منفصل صاير. شنو هذا سبلت اس 1 من وين يجي منفصل؟ احنا قلنا بالنورمال سيتويشن المفروض الاس 1 اللي هو الكومبوننت مالت الام 1 والتي 1 ام 1 جاي من الماترال مثل الليفت سايد اوف ذا هارت بريشر عالي والتي هو الترايكاسبيد مثل الرايت سايد اوف ذا هارت بريشر اقل. المفروض نورمالي بوث اوف ذيم يعني الرايت والليفت سايد اوف ذا هارت كونتراكت ات ذا سيم تايم فالماترال تايمينج مالته توقيت يجي ويا الترايكاسبيد الكلوجر مالته اثنيناتهم يجي بنفس التوقيت يعطيني سنجل هارت ساوند نسميه اس 1. بس اذا صار عندي شنو؟ شويه تاخير بالترايكاسبيد تاخر شوي عن الماترال والماترال تقدم عنه فنشوف الام 1 راح ينفصل بوضوح عن التي 1 فالاس 1 بيجي الصوت منفصل واحد راح يجي كانما تو سيبريت ساوندز او تو ساوندز سيبريتد فروم ايتش اذر. هذا الدايجرام يوضح هذا الشيء. نورمال سيتويشن نهايه الدايستول بدايه الدايستول راح يصير انسداد بالترايكاسبيد والماترال بس الرايت والليفت راح يتخلصون نفس الوقت فيجيني الاس 1 single sound.
بس اذا صار بالحاله الثانيه اذا صار تاخير انه ترايك اسبل شوي يتاخر عن المايترا او المايترا تقدم على ترايك اسبل فراح نشوف الاس 1 بيجي سنجل ساوند بس نضل البوينتر عفوا نشوف الاس 1 بيجي سنجل ساوند مثل هذه الحاله راح يجي تو سيبريت ساوندز اوكي اللي الام 1 منفصل عن التي 1 هذا نسميه سيبريت اس 1 راح نسمعه بس خلينا نفهم الميكانيزم شلون تصير. احنا كل ما يصير بالاسبيريشن ديليز ذا كلوز اوف ذا ترايكاسبيد فالف ان ذا نورمال بيرسون ليش؟ لانه الانكريز فينس ريتيرن داس انهانسينج ذا سبلتنج اوف ذا اس 1 ساوند. خلينا نشرح شلون. هذا الدايجرام وين كان مضحك بس بصراحه لطيف يوضح الفكره. هذا يسوي لي ريبريزنتيشن انه الفينس ريتيرن تو ذا هارت. خلينا نقول هذا يمثل الفينوس ريتيرن تو ذا هارت عن اكزاكتلي سبيكينج انه هو يمثل الفيرا فينا كافيتي هذا نشوفه الشيست او ثراسك كافيتي وهذا الهارت وذن ذا ثراسك كافيتي وهذا يمثل ابدامنال كافيتي وهذا يفصل بين الثراسك والابدامنال كافيتي از يو نو از ذا دايفرام حجاب الحاجز في حاله الانسبيريشن ايش يصير؟ الانسبيريشن الاضلاع راح تقدم للامام فالثراسك كافيتي يزداد بالحجم والابدومنال كافيتي لان الابدومنال مصر راح تتقلص فراح يقل بالحجم اذا عندي الفوليوم مال الابدومنال كافيتي قل والفوليوم مال الثراس كافيتي زاد احنا من يزداد الفوليوم هنا راح علاقه الفوليوم بالحجم تكون علاقه عكسيه حسب قانون بايرل كل ما يزداد الفوليوم كل ما يقل الضغط العفو علاقه الفوليوم بالبريشر اسف علاقه الفوليوم بالبريشر حسب قانون بايرل تكون عكسيه كل ما يزداد الفوليوم كل ما يقل البريشر وكل ما يقل الفوليوم يزداد البريشر فهنا من زاد الفوليوم الثراسك كافيتي البريشر هنا قل اتس جوينج داون اما بالابدامنال كافيتي لان الفوليوم قل فالبريشر زاد اتس جوينج اب على ترى صار عندي بريشر جريدينت بين بوث سايدز اوف الدايفرام بين الابدامنال والثراسك سايد الابدامنال زاد والثراسك قل فالبريشر جريدينت راح يدفع الفينس بلاد توارد ذا هارت فالفينس ريتيرن يزداد لما زاد الفينوس ريتيرن الرايت سايد اوف ذا هارت هو المسؤول عن استقبال هذا الفينوس ريتيرن اللي راح يجي على الرايت اتري عن طريق السوبيريور والانفيريور فينا كافر فقصدي لانه زياده بالفينوس ريتيرن ذا رايت سايد اوف ذا هارت ويل تيك سم سلايتلي لونجر تايم تو كومبليت اتس فيلينج يتاخر شويه عن الليفت على اثرها راح نشوف الليفت ويل كونتراكت براير او بيفور الدي رايت سايد ويل سبليت سكند بدل زاد بالثانيه فنشوف الام 1 تقدم عن التي 1 فصار عنده سبليت شلون اسمع هذا السبليت راح ناخذ هذا الفيديو The second heart sound S2 أو the dub نقدر نراجع هذا الـ second heart sound بالفيديو الاول اللي رامان الفيرست هارت ساوند لانهم اثنيناتهم موجودين بنفس المقطع الفيديو او الاوديو العفو. المنشا مالت السكند هارت ساوند يكون نتيجه الكلوجر اوف ذا يورتيك اند كومبلر فالف اثنيناتهم نسميهم سيم ليونر فالفز. مثل ما نشوف هنا هذا الراي سايد اوف ذا هارت انجكتس ذا بلاد انتو ذا بولمونري ارتري وهذا موجود اللي نشوفه هنا ذا بولمونري فالف وهنا عند اللف سايد اوف ذا هارت انجكت ذا بلاد انتو ذا ارتري ونشوف هذا الفالف اللي يعطي الفالف فمن يصير عندي سيستوري بلاد از اجكتد تو ذا ميجر ارتريز من يصير دايستوري يصير ريلاكسيشن بالفنتركل فالبريشر دروبس راح يقل يظل ينزل الضغط لحد ما يصير اقل من قيمه الضغط الموجود بالميجر ارتريز اللي هي البامري ارتري والايورتا فاذا حكينا مثلا هسه على الرايت سايد اوف ذا هارت لانه واضح هنا بشكل مضبوط هذا الدايجرام من يقل الضغط بالراي سايد اوف ذا هارت ويكون اقل من البلاد بريشر بالبامنر ارتري فالبلاد ويل ريتيرن باك اما تو ذا رايت فنتركل راح يسد يمنع هذا عودة الدم تمنع بانه يسد الصمام البامنر فالف فمن يسد الصمام هذا راح يعطيني صوت ويسميه سكند هارت ساوند والاس 2 واكيد الصوت كذلك الايرتك فالف من يسدها يعطيني صوت بمكونات طبعا بمكونات مثل الاس 1 من حكينا قبل شوي انه بالكومبوننت الاول الام 1 والتي 2 السكند هارت ساوند اللي هو الاس 2 اللي البوينتر قاعد احاول اشد مداره ب تو كومبوننتس اول كومبوننت هو الايرتك ايرتك بعض من يسد يعطيني
الكومبوننت الاول والبلمونري فالفز سيده ثاني الكومبوننت الثاني مثل ما بالجهه اليسرى من القلب حكينا بالاس 1 انه جهه اليسار الضغط مالتها على نفس المبدا ينطبق على الاس 2 لانه الاس 1 عندي خلاص البريشر فاليو اعلى فنشوف الايوتيك كومبوننت الاي 2 طبعا هي سمينا اي 2 هنعرفها هسه اي لانه ايوتيك و 2 من السكند هاف ساوند اس 2 والبي بالمونري و 2 معناتها السكند هاف ساوند لانه الاف صار عندي خلط الضغط يكون اعلى فنشوف الاي 2 راح يصير او سدت الصمام الايارت يكون لاودر او شوي سلايتلي ايرليير اما البي 2 راح يكون شوي اهدى وشوي متاخر هاي الكومبوننتس مالته يصير بي سبلت اي طبعا كذلك يصير بي سبلت ونفس التاثير مالت الفينس ريتيرن لانه بالنورمال سيتويشن الاي 2 يكون جاست بيفور ذا بي 2 ولما ندمجهم دول اثنيناتهم راح يسوون ما يسمى بالاس 2 والاس 2 خلينا نقول يجي بشكل سنجل ساوند بس بالنورمال سيتويشن بانسبيريشن انه فينا سيتويشن راح يزداد يخلي الرايس هذا الضيهات يتاخر شويه راح نشوف انه السكند هاوس ساوند سكند هاوس ساوند ويل سبليت انتو تو سيبريت ساوندز بانه الايرتك ينفصل عن البومينري ويعطيني هذا الصوت اللي هو السبلت اس 2 هذا الميكانيزم مالت الفينس ريتيرن شلون يزداد وتاثير انسبيريشن مثل ما حكينا على السبلت هنا راح نسمع السبلت اس 2 شلون راح يكون الثالث هاوس ساوند او الاس 3 التايمينج مالته يكون immediately after the second هاوس ساوند مثل ما نشوف هذا الدايجرام هنا الاس 3 دي يجي immediately following the S2 the production مالته مين يكون هو non valvular ما له علاقه بالفالف الميكانيزم production مالته شلون تكون نشوف بهذا الدايجرام هذا schematic representation of the heart خلينا نركز على left side of the heart left ventricle هذا left ventricular wall المفروض يكون compliant يكون مرن يكون يعني شوي بي elasticity بي مرونة فاللي دي يصير كالآتي إذا صارت diastole والبلاد اللي كان هسه موجود بالأتريوم left atrium وانفتح الفالف فكل البلاد راح ينزل to the left ventricle هذا الفلو في البلاد راح يتفعل ال left ventricular wall ويسوي expansion يحاول يوسع الفنتركل فراح يدفع الفنتركلر وول وياخذه وياه لحد ما يوصل فد ليمت معين من نوصل هذا الليمت المعين يعني اللاستيستي بعد توصلنا اللاستيك ليمت مالت الليمت فنتركل ما راح يتمدد اكثر على اثرها راح يصير سادن ستوبج اوف ذا ليمت فنتركلر وول هذا التوقف المفاجئ حركه الوول مالت الفنتركل برودوسز ذا اس 3 ساوند ايش وقت اقدر اشوفه اقول هذا نورمال نورمال يكون بالاطفال بالحمل وكذلك بالرياضيين المدربين تدريب عالي اكو ملاحظه اذا سمعت الاس 3 طبعا الاس 3 هو صعب ينسمع بالسماع بالستيثوسكوب بس نقدر نسجله ببساطه بالفونوكارديوغرام اذا سمعت الاس 3 او شفته بالفونوكارديوغرام بالاشخاص اللي اعمارهم فوق ال 40 سنه فهذا احتمال جدا عالي انه اكو باثولوجي ليش؟ لانه المفروض احنا بعد 40 سنه بعد عمر ال 40 الكومبلاينس مالت الليد فنتركل اللي كانت هي السبب الرئيس بانتاج هذا الصوت الكومبلاينس الطواعيه او المرونه مالت الليد فنتركل وول هي كانت المسؤوله عن البرودكشن اوف اس 3 بعد سن ال 40 الكومبلاينس هذا راح تقل لما ماكو كومبلاينس من يجي البلاد ما يقدر يسوي رابيد اكسبانشن للفنتركلر وول يوسع بسرعه وبعدين على غفله يوصل نهايه الليمت الاستيك ليمت ويتوقف بسرعه سادنلي فيعطيني صوت ما يقدر لانه اساسا كومبلاينس ماكو حتى يتوسع بسرعه فالمفروض يختفي الاس 3 بعد سن ال 40 وفوق بس اذا رجعت شفت الفونوكارديوغرام فاحتمال كبير يكون باثولوجي الثيرد هاوس ساوند كملناه بس خلينا نسمع شلون يكون الثيرد هاوس ساوند
الفورت هارت ساوند الاس 4 او الاسم الثاني اللي هو الاتريال جالوب او الاس 4 جالوب. التايمينج مال التليفون immediately before the S1 مثل ما نشوف بهذا الدياجرام الاس 4 immediately preceding the S1. الميشن مال التمين يكون خليني اركز على اللفت سايد اوف ذا هارت. This is the left side of the heart. هذا اللفت فنتركل هذا اللفت اتريوم. قبل ما يبلش السيستولي السيستولي مال اللفت فنتركل السيستولي اللفت اتريوم will contract inject the blood into the left ventricle. هذه كمية الدم اللي راح تنزل لللف فنتركل وول وراح تطخ اللف فنتركل وول. فإذا كان اللف فنتركل وول ستيف فطخت البلد فهذا الستيف وول راح تعطيني صوت. هذا الصوت هو الفورث هارت ساوند الاس 4. إذا كل ما كان اكو ستيفنس أكثر باللف فنتركل وول كل ما تشانس إنه أسمع الاس 4 يكون أعلى. وهذا بسيطة يعني نقدر نستنتجها إنه جيب فد أوبجكت من ارتفاع عالي وهد خليه يوقع على السطح قوي خلينا نقول ميز، مره ثانيه خليه يوقع على الكتاب على الميز. فطبيعي الصوت الحاله الاولى راح يكون اقوى من الصوت الحاله الثانيه لانه الحاله الثانيه من خلال الكتاب راح الكتاب يمرونه شويه فراح يخفف الصدمه فيعطيني صوت اقل. هنا نفس الفكره البلد يمثل الفولنج اوبجكت هذا الجسم الجديد يوقع والفنتركل وول يمثل الارضيه اللي راح تستقبل هذا الفولنج اوبجكت. البلاد اذا نزل على الفنتركل كان ستيف فنتركل وول فبيعطيني صوت اقوى، واذا كان كامبلاند فنتركل وول راح يعطيني صوت اقل واحتمال ما يعطيني صوت اصلا. فبالنورمال سيتويشن المفروض يكون كامبلاند فنتركل وول without any S4. بس اذا اكو كونديشن تسوي تاثر على الريزيلينس على المرونه والكامبلاينس المطاوعه مالت اللف فنتركل وول راح تعطيني فورث هارت ساوند. فلذلك whenever there is a fourth heart sound there must be a pathology. أو إذا كل الأس 4 هو باثولوجي. خلنا نأخذ خلنا نسمع نسمع الأوديو. هذا الدياجرام راح يرينا المناطق الاربعه اللي نستعملها للاوسكلتيشن اوف ذا هارت وكل واحده اللوكيشن مالتها وين. فمثلا هذا الايورتا الايورتا كارير بس فوق الايورتيك فالف نسمع بين ميلي الايورتيك فالف اللوكيشن مالها يكون تو ذا رايت انتركوستال سكند انتركوستال سبيس اوف ذا رايت بوردر اوف ذا ستيرنوم. فهذا التقاطع بين الرايت بوردر اوف ذا ستيرنوم ويا السكند انتركوستال سبيس بالرايت سايد راح يصير ايورتيك كارير. Opposite direction to it on the opposite side, يعني بال left border of the sternum and the left second intercostal space عندنا pulmonar area. بال fourth or the fifth, the رابع أو الخامس left intercostal space, right left border of the sternum راح نشوف tricuspid. بال fifth intercostal space, بال midclavicular line راح نشوف the mitral area. موجودة بالمحاضرة نقدر نرجع لها. عندنا موضوع هنا الاخير والمهم بهاي المحاضره هو الاكزايتيشن كونتراكشن كابلينج. بهذا الدايجرام مثل ما تشوفون هذا الدايجرام راح نشوف تو كيرفز. هذا الكيرف الاولاني باللون الاخضر يمثل الكارديك اكشن بوتنشال اللي هو الكونفشنال ون اللي هو النون بيس ميكر مال الفنتركلر ماسل. وراها تشوف الكيرف الثاني باللون الاحمر هذا يمثل الكونتراكشن اوف ذا كارديك ماسل او التنشن كيرف. Simply it's called tension curve. يعني هذا يمثل contraction أو systole وراها relaxation أو diastole. الفكرة وين؟ إنه نشوف الجاب الثغرة الزمنية الموجودة بين the onset of the action potential إلى حد the onset of the initiation of contraction. يعني قصدي من صار action potential إيش معنى ما صار contraction at the same time. منطقيا الكونتراكشن ما يصير اذا ما صار عندي كالسيوم يدخل حتى يروح يسوي الاكتين مايوسين ويسوي لي كونتراكشن ميكانيزم. الكالسيوم حتى يدخل لازم يدخل بالسكند فيز اللي هو البلاتو فيز. بعدنا فيز 0 معنينا بي فيز فيرست فيز او فيرست 1 فيز 2 بالبلاتو يلا دخل الكالسيوم. مع ذلك من دخول الكالسيوم ما صار كونتراكشن راسا سادنلي وسترونج. اكو فد تشينج صارت بحيث توك تايم اخذت وقت حتى التغيرات صارت حتى يصعد مستوى الكالسيوم اخذ وقت يلا صار الكونتراكشن افكتيف.
شنو التغيرات اللي صارت؟ هذه راح نشرحها بما يسمى بالإكزايتيشن كونتراكشن كابلنج، يعني وين من بداية الأنست of excitation, electrical excitation للmuscle إلى حد بداية mechanical contraction. هذا الدايجرام الثاني مثل cross section of ventricular muscle cell. هذا البلازما ممبرين مالتها، وهذا الانفاجينيشن أو العرشة اللي تصير بالبلازما ممبرين، هذا نسميه تي تيوبيول. بالبلازما ممبرين أكو calcium channel, special type of calcium channel نسميه L type calcium channel. L جاي من كلمة long lasting، يعني هذه تنفتح تبقى فترة طويلة مفتوحة long lasting، عكس ال T type calcium channel أو اللي transient calcium channel، هذا تنفتح الوقت أقل من ال L type. الفكرة إنه أكو calcium channel موجودات على البلازما ممبرين. من تجي ال SA node، خلينا نتخيل ال SA node هنا موجودة point هذا يأشر عليها وأعطى signal في collection potential، اجى السيجنال وانتقل من خليه الى خليه عن طريق الجاب جنكشن الموجوده بين سيل والثانيه، بس يوصل لطخ البلازما ممبرين مال فنتريكولار مصل. هذا ال تايب كالسيوم شانل او كالسيوم شانل هذني فولتج ديبندنت كالسيوم شانل، فالاكشن بوتنشال اجى كاكسترنال ستيمولس سواري ممبرين تشينجز فولتج تشينجز، بحيث صارت فولتيه ملائمه حتى ينفتح الكالسيوم شانل. من فتحة الكالسيوم شانل كالسيوم كونستريشن outside the cell is higher than the inside، فمنطقيا راح يصير كالسيوم انفلكس. دخول الكالسيوم غير كافي وحده، يعني كالسيوم جاء من الاكسترا سيلولار كومبارتمنت اللي هو هذا، غير كافي انه يحفز اكزايتيشن الكونتراكشن ميكانيزم اللي موجوده within the muscle cell، فلازم يصير عندي release of a further amount of calcium. اللي راح يصير انه الكالسيوم من يدخل راح يروح على sarcoplasmic reticulum، خزين للكالسيوم موجود within the cell. هذا الخزين محمي بجيت، هذه الجيت بس تنفتح تركيز الكالسيوم inside the sarcoplasmic reticulum، يعني هذا compartment اعلى من inside of the cell، فبس تنفتح هذه الجيت the calcium will get out of the sarcoplasmic reticulum. بس هذه الجيت خاصة، انه هذه الجيت هي calcium dependent calcium channel او calcium gated او calcium ligand calcium channel. يعني شنو؟ يعني هذه الجيت يحتاج لها calcium to be activated، هي اساسا calcium channel يحتاج لها calcium to be activated and get opened. فالاكستراسيلولار كالسيوم اللي دخل بالبدايه راح يروح على هذا الجيت اللي اسم ثاني نسميه رايانودين ريسبتر، رايانودين اللي هو موجود اسمه بالمحاضره الورقيه اعطيتكم اياها. من تنفتح هذا الريسبتر a further release of calcium from the sarcoplasmic reticulum to the inside of the cell will be done. فايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك calcium يجي from the extracellular compartment، عندك calcium يجي from the intracellular compartment. And then the addition of both sources of calcium راح يعطيني ما يسمى بالكالسيوم سبارك، تركيز عالي ومفاجئ بالكالسيوم. فالكالسيوم سبارك راح تعطي signaling لل initiation of contraction mechanism. الكالسيوم راح يروح على التروبونين، تروبونين سي اكزاكتلي، ويبلش يصير contraction mechanism. التروبونين سي من يجي الكالسيوم يتشلب بالتروبونين، تروبونين سي يصير conformational changes، يوخر من المايوسين binding site مات الاكتين، فيصير التفاعل بين المايوسين والاكتين وتشتغل sliding mechanism of contraction ويصير muscle contraction. ورا ما صار الكونتراكشن يعني السيستولي، لذلك شوف شوف العفو التايم اللي اخذناه من لحظه دخول الستيمولس الاولاني الى حد دخول الكالسيوم بدايه الكونتراكشن، فهذا التايم كانت هاي العمليات اللي طلبناها حتى يصير الكونتراكشن، الانست مال اكشن بوتنشال، فتح الكالسيوم فولتج جيت الكالسيوم شانل، دخل الكالسيوم فروم ذا اوتسايد، فتح الكالسيوم ديبندنت كالسيوم شانل، طلع كالسيوم اضافي من السايتوبلازميك ريتيكولم للسايتوبلازم، تركيز الكالسيوم صار عالي، صار اكتيفيشن كونتراكشن ميكانيزم. هسه اذا اريد اسوي ريلاكسيشن او دايستوري، شو اسوي؟ لازم الكالسيوم اللي كان مسؤول عن الكونتراكشن اوخره من الاكتين والمايوسين. فايش راح اسوي؟ السايتوبلازميك ريتيكولم اللي اساسا كانت هي مصدر من مصادر دخول الكالسيوم للخليه، راح اسحب الكالسيوم لها. بس اكو عندي مشكله انه تركيز الكالسيوم انسايد هو بعده اعلى فروم ذا اوتسايد، اذا تركيز الكالسيوم لما بهذا السايد اعلى من هذا السايد، فاذا حتى ادخل الكالسيوم محتاج انرجي، لان الكالسيوم هسه يسافر ضد يعني
دخول الكالسيوم من هذا السايد صعب اولا لانه تركيز الكالسيوم اعلى، فهذا نسميه شنو؟ هذا نسميه الكيميكال كونستريشن او كيميكال جريدينت، يعني فارغ جهد فارغ تركيز العفو. والمشكله الثانيه لما مور كالسيوم in this side معناتها more positive charges or less positive charges، طبيعي more positive charges، اذا الكالسيوم بيحاول يجي يضيف نفسه على منطقه مشحونه بشحنه موجبه، فالمنطقتين المفروض يصير repulsion تنافر. اذا كان اذا احاول اعبر الكالسيوم الى منطقه اعلى منه بالتركيز واعلى من عنده بالشحنه فاحتاج انرجي، هذا الانرجي اخذه عن طريق الاي تي بي. فهناك سبيشال جيت او بامب راح تسحب الكالسيوم فروم ذيس كومبارتمنت هو انتراسيلولار وتدخل المل السيركوبلازم كريتيكولم، هذا نسميها السيركا مختصه من السيركوبلازميك اندوبلازميك كريتيكولم كالسيوم ادينوسين ترايفوسفاتيز شانل. الفكره انه هذا الكالسيوم بامب راح تستعمل ادينوسين ترايفوسفيت از سورس اوف انرجي وتدخل الكالسيوم تو السيركوبلازم كريتيكولم وتسوي له ستورج خزن. الطريقة الثانية يطلع بها الكالسيوم انه على البلازما ممبرين راح نلقى 2 صوديوم 3 عفوا 2 بوتاسيوم 3 صوديوم شانل 3 صوديوم 2 بوتاسيوم شانل هاي هم اي تي بي اوبريتد، هذا طلع 3 صوديوم تو ذا اوت سايد وتدخل 2 بوتاسيوم، 3 صوديوم اللي طلعن تو ذا اوت سايد نفسها راح تستعملهن في مضخة ثانية ما نقدر نسميها مضخة هو اكستشينجر، هذا نسميها مضخة بامب لانه تحتاج انرجي، هذه ما راح تاخذ انرجي بشكل مباشر مثل هذه، يعني ما راح تستعمل اي تي بي، راح تستعمل الجريدينت اللي سويته هذا الشانل. هذا الشانل من جابت 2 2 بوتاسيوم تو ذا انسايد وطلعت 3 صوديوم تو ذا اوتسايد خلى تركيز الصوديوم اوتسايد اعلى، فذني 3 صوديوم رجعن مره ثانيه شغل لي هذه البوابه، كل 3 صوديوم يدخلن كالسيوم يطلع مكانهم. فهذا نسميه صوديوم كالسيوم اكستشينجر 3 صوديوم ان 1 كالسيوم اوت. من يحرك هذه البوابه؟ الصوديوم كونستريشن جريدينت اللي كان اوتسايد اعلى من الانسايد، هذا الكونستريشن جريدينت برا شلون صار عالي؟ لانه عندي 3 صوديوم 2 بوتاسيوم بامب، هذه البامب خلت 3 صوديوم يطلع برا مقابل 2 بوتاسيوم داخل جوا، 3 صوديوم طلعن ورجعن شغلن هذا الاكتشينجر دخل اللي جوا حتى الكالسيوم يطلع. فهذا الاكستشينجر راح يخلص الكالسيوم والسركه هم راح ترجع الكالسيوم تو السركه بلازما كريتيكولم، فتركيز الكالسيوم انسايد السيل راح يقل فيصير ريلاكسيشن ويصير الدايستول. And this is the exaltation contraction coupling. شكرا وقتكم.